صباح صباح، يعطيكم العافية. شحوال هدرت اليوم بتكون عن أنواع البخاخات، بيكون الموضوع شوي طويل. طبعا تكلمت فيها أنا من قبل وشرحت عنها، تكلمت فيه كم من مرة. أنواع البخاخات، أوش الفرق بين البخاخات الاحترافية البخاخات العادية اللي في المكاتب سبعة حين والصلاة وعفر، المهم البخاخات العادية، الفروق بينهم، في مجموعة فروق. واللي يجرب البخاخات العادية أو اللي استخدمهم، إذا جرب البخاخات الاحترافية بيشوف فرق كبير، احتمال يسحب على دولاب. مو بيسحب النخل، لا والله في ناس إلى اليوم يستخدموه ويستخدموهم يطلعوا بشيء قوي. بس عندنا احنا فروق هي تعبنا شويات. الفروق بينهم البخاخات، خلنا خلاص أبو خمسة نتعود عليهم، أنا أبو خمسة. بخاخات أبو خمسة اللي هو أبو خمسة اللكر فيه بزيادة، يعني نسبة اللكر فيه قوية واجد، اللمعان اللي فيه. الاحترافية لا، شبه مطفي أو يعتبر مطفي أساسا. هذه نقطة. النقطة الثانية، البخاخ أبو خمسة يعني كميته قليلة، الاحترافي مضغوط، يعني للاحترافية بتكفي أو تأخذ من ثلاث أربع لخمس بخاخات من البخاخ العادي، طبعا على استخدامك انت إليها. البخاخ أبو خمسة له نسبة السيلان فيه كبيرة جدا، أما البخاخ الاحترافي ما يسيل زي أبو خمسة لأن النسبة قوية قوية فيه. الدمج، دمج الألوان في أبو خمسة متعب، ومو كل الألوان تندمج، أما الاحترافي أي لون تبغى تدمجه تبغى تطمسه أمورك طيبة فيه. أبو خمسة عندك البخاخ الذهبي والبخاخ الفضي من أبو خمسة، لو جيت تبغى تطمسه بالأسود أقوى لون، الأسود ما يطمسه يطغي عليهم، يعني بتشوفه مبين عندك في الخلفية بعدين. بالنسبة للاحترافي بالله كأنك قاعد ترسم على ورق، خلاص جيت وطمست أمورك طيبة وياه. تدرج الألوان، أبو خمسة ما في ألوان واجد، يعني الألوان محدودة ومو كل الدرجات. الاحترافية فيهم درجات لين ما تقول بس أشكال وأنواع، حتى اللي هو البلاك لايت اللي صارت مكان ظلمة وتشوفه يولع موجودين فيهم، في أشكال ما شاء الله ممكن ما تتخيلوها. عندي أهم حاجة الكابات، الغطاء ومحل ما أضغط. الاحترافي أقدر أنا أتحكم فيه، المقاسات اللي أبغاها ضعيف عريض حق خط، أبو خمسة هذه ما هي موجودة فيه. نجيك بحين، نسيت نقطة بعد قبل لا أروح إلى الأنواع وسام الشركات. البخاخ أبو خمسة مع الفترة تشوفه يتغير لونه، يبهي يقلب اللون. البخاخ الاحترافي ما يتأثر من العوامل المناخية نهائيا، غبار مطر شمس. المشكلة فيه شغلات قديمة بس وين أصيدها. في عندي رسمة من 2018 إذا ما خبرني، إلى الحين الألوان موجودة، اللهم صار فيه تقشر كان على كراج اللي يذكر هذا رسمة اللي هو شعار الجي تي آر، الألوان إلى الحين زي ما هو. وفي رسمة ما توصلها الشمس بس جيها الغبراء وجيها ماي، الألوان نفسها بالضبط ما تغيرت. أبو خمسة عندك تتغير على طول وما تمسك على أي شيء. جربت مرة رسمت على سيارة، حطيت له اللزاق، أول ما شلت اللزاق كله انشال ياري. الاحترافي شلت اللزاق حطيت ماي، حاولت ناطيرة. نجيك محين لأسماء أو أنواع البخاخات أسامي الشركات الموجودين هنا بكثرة واللي استخدمتهم، المونتانا موليتو، في نوعية الحين موجودة بزيادة في السوق اللي هي نبيكيو، هاد ناخذها من الرياض. طبعا المونتانا والميليتو كنت اخذهم من جدة، في الحين عندنا محل حق الميليتو هنا في القطيف بس للامانه انا ما رحت له. هذول الانواع الاحترافية اللي موجودين هنا واستخدمتهم. بالنسبة للاسعار، اسعارهم الانبيكيو ارخص سعر موجود بس ما ادري كم وصلوا يعني، اما الباقي افضل نوعية استخدمتها انا. طبعا كل واحد واستخدامه او رغبته ولولا وشو دقيقة خلنا نتذكر مثل، لو ما ادري وشو لبارة السلع، لو ما اختلاف الاذواق في جزئية صورتها ما
انحفظت عندي لا في الجهاز ولا تنزلت في السناب وراحت. فما ادري انا وش يعني الحاجه الحين اللي ناقصه بتكون عندكم، لانك زي ما قلت لكم امس ان انا ما أنا مسجل ولا حاجه، بس عنوان الشيء اللي انا بتكلم عنه والباقي كان كله ارتجالي. صورت في عند رسمه اشتغل عليها وراحه، وبعد بس ان شاء الله هذا اللي قلته نفعكم واستفيدوا منه.